وتعمل على خدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج ورعاية مصالحهم الإدارية السفارات والقنصليات المغربية بالخارج التي عرفت خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا هم خدماتها سواء من حيث الاستقبال أو من حيث جودة الخدمات المقدمة، وهو ما غير من نظرة المهاجر لهذه المؤسسات. من فيرونا الإيطالية نتابع هذا الروبورتاج عن القنصلية المغربية، أعده مصطفى لباني ورشيد بلحاتي. مدينة فيرونا الإيطالية بالإضافة إلى كونها تضم جالية مغربية مهمة فهي قبلة لمهاجرين مغاربة آخرين قادمين من ثلاث جهات إيطالية تدخل في نفوذ القنصلية المغربية التي تقدم خدماتها لأزيد من 90,000 نسمة. قنصلية فيرونا حديثة الإحداث تتواجد ببناية جديدة تليق بحجم ومتطلبات أفراد الجالية المغربية وتتوفر على مقاومة استقبال المواطنين في ظروف حسنة ومنظمة. التأهيل ديال القنصلية كلفني أزيد من 6 أشهر، ويمكن لي أن نقول لكم بأن من بين الركائز اللي اعتمدت عليها في الاختيار، أولا الاختيار ديال المكان المتواجد في القنصلية حاليا لأنه مكان ماشي مكان سكني، والشكل ديال العمران ديال القنصلية هو شكل هندسته كيسمح باش نقوموا بخدمات إدارية للمصلحة ديال المواطنين. فهناك كاين مسارين، المسار الاول وهو فيما يخص البنايه، فيما يخص التاتي ديالها، وفيما يخص جميع الامكانيات من ناحيه الموظفين من ناحيه، وكاين المسار الثاني وهو البناء الثاني وهو بناء الثقه بين القنصليه والمواطنين المغاربه. بنيه جديده ومنظمه تسمح للجاليه المغربيه بقضاء ماربها ومصالحها في وقت وجيز والاستفاده من جوده الخدمات الاداريه التي قطعت مع الاختلالات الوظيفية في علاقة القنصلية المغربية بمواطنيها بالخارج. القنصلية ديال فيرونا مقادة في هذاك الشيء، دوسيات مقادين كنعرفوا داغيا الباسبور فين كاين. جيت نصاوب لهاد الوليدات الباسبورات البنت والولد الصغار، غنبدل الباسبور ديالي ونبدل لاكارت. لا ما كتاخذش وقت بزاف، الحمد لله كلشي مخفف، غادي كلشي بخير. الخدمات اللي كاينه هنايا يعني سهله، هنايا مسهلين الامور، كاين تنظيم يعني كيعترف بالسميه وداك الشيء كاين تنظيم يعني ما كيسبقوش واحد على الاخر. بالنسبه للمواطن اللي تيبغي يجي يصايب شي ورقه ولا سميتو تا هو خاص شويه يعاون تا هو بالتنظيم. بعدا انا مع ديال ربع في خاطرات ملي تنجي هنا اي ورقه اللي ممكنه في صالحي انا ممكن انني كمواطن باش نشد هذه الورقه تنجي تناخذها. وضعية القنصلية المغربية وخدماتها مرآة حقيقية لطبيعة تعامل السلطات المغربية مع مواطنيها بالخارج، كما يعد وقع القنصليات مجالا لتقييم السياسة المتبعة من طرف الجهات الوصية تجاه الجالية المغربية بديار المهجر.